بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة تمكين، صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، أصحاب المعالي والسعادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعدنا حضوركم اليوم لمشاركتنا في افتتاح معرض ومؤتمر تمكين، والذي يتم تنظيمه في إطار سعي تمكين المتواصل والدؤوب لتقديم كل ما هو أفضل لخدمة القطاع الخاص وفتح قنوات التواصل المباشر مع كافة الشرائح المستهدفة والمؤسسات ذات العلاقة. وقد جاءت فكرة هذا الحدث المتكامل لتحقيق عدة أهداف رئيسية، وتتلخص هذه الأهداف في شعار الحدث حقق طموحك، وهو شعار يجسد سعي تمكين لتنمية قدرات البحرينيين والمؤسسات في القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة إسهام القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي رسمت ملامحها رؤية البحرين الاقتصادية. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ محمد طيب عبد الحليم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. جزا الله الشيخ محمد طيب عبد الحليم كل الأجر والثواب على هذه التلاوة العطرة من كتاب الله الكريم. سيداتي وسادتي الحضور الكرام، إن هذا الحدث يعتبر حدثا متميزا وفريدا بكل المقاييس، فلأول مرة نتشرف بتجمع هذا العدد من رواد الأعمال المستفيدين من برامج تمكين ومزودي الخدمة معا في فعالية واحدة في جو احتفالي بهيج، نتواصل مباشرة من خلاله مع كافة الشرائح المستهدفة لنحتفل وإياهم بالإنجازات التي حققها المستفيدون من تمكين منذ تأسيسها في عام 2006.
ومن أهم هذه الأهداف التي نظم لأجلها مؤتمر ومعرض تمكين توفير منصة قيمة وغنية للقطاع الخاص للتعلم عن أفضل الممارسات وتبادل الأفكار والخبرات، وذلك عن طريق المؤتمر وورش العمل التفاعلية التي يحتويها هذا الحدث بمشاركة نخبة من كبار الخبراء المعروفين. كما وسيتم أيضا من خلال المعرض المصاحب فتح المجال أمام أصحاب الأعمال وعامة الجمهور للتعرف على مشاريع من شتى القطاعات لعدد كبير من المستفيدين من برامج تمكين المختلفة، والذين يمثلون بمؤسساتهم أهم إنجاز لتمكين ومثالا جليا على ما يستطيع الفرد البحريني أن يحققه إذا توفر له الدعم اللازم. وأخيرا سيوفر هذا الحدث فرصة لعامة الجمهور للتعرف على برامج تمكين المختلفة وكيفية الاستفادة منها لتحقيق طموحاتهم، وذلك من خلال تواجد مزودي الخدمة المعتمدين لتمكين في المعرض المصاحب. حفلنا الكريم، نتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا معنا في هذا الحدث واغتنام هذه الفرصة للتعرف كيف يمكنكم من كتابة قصة نجاحكم وتحقيق طموحاتكم مع تمكين، كما ندعوكم لمشاركتنا بآرائكم ومقترحاتكم من خلال جناح تمكين في أرض هذا المعرض. سيداتي وسادتي الحضور الكريم، والآن مع كلمة تمكين يلقيها رئيس مجلس إدارة تمكين سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني مشاركتكم معنا حفل افتتاح معرض ومؤتمر تمكين الأول، وهو حدث متكامل ونهدف من خلال تنظيمه إلى توفير منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات من خلال جمع القطاع الخاص وخبراء عالميين معروفين تحت سقف واحد، فضلا عن استعراض التأثير الإيجابي لتمكين في النهوض بالقطاع الخاص بشكل ملموس من خلال مشاركة رواد الأعمال استفادوا من برامجها، وبالتالي تشجيع المزيد من البحرينيين على التقدم بدورهم والاستفادة من هذه البرامج لتحقيق طموحاتهم. وتتميز مملكة البحرين بثروة من الكفاءات الوطنية عالية التعليم والتدريب وبيئة اقتصادية منفتحة ومتحررة مدعومة بإطار تنظيمي قوي وفق المؤشرات الدولية المعتمدة، وهو ما جعلها خيارا جاذبا للشركات والمؤسسات التي تعتزم دخول السوق الخليجي الذي تقدر قيمته حاليا بأكثر من تريليون دولار أمريكي، ويتوقع له أن يرتفع إلى تريليوني دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة. وقد تمكن الاقتصاد البحريني أن يثبت متانته وقدرته على مواصلة النمو من خلال تجاوزه لعدة منعطفات هامة وتحديات محلية وعالمية. ففي العام 2012 حلت البحرين المرتبة التاسعة على المستوى العربي من دول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، كما ولا زالت البحرين تصنف ضمن الدول الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المرتبة السابعة في العالم، وذلك بحسب تقرير معهد فريزر للعام الماضي. وللاستفادة من هذه المزايا والخصائص التنافسية الفريدة في تعزيز مستقبل البلاد، وضعت مملكة البحرين من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، ومن خلال النظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، رؤية اقتصادية من أجل زيادة إمكانيات ومساهمات القطاعات غير النفطية لبناء حياة أفضل لجميع البحرينيين. ومن هنا جاءت تمكين كأحدى ركائز المبررات الاقتصادية لمملكة البحرين، ومن خلال نهجها المتكامل في استهداف سوق العمل من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، تعمل تمكين على تثبيت خطى البحرين نحو مستقبل منتج وواعد ووضع المواطن البحريني في صلب هذه العملية، ويقترن ذلك بهدفين أساسيين وهما تعزيز عملية تأسيس وتطوير الشركات
وثانيا توفير الدعم لتنمية الأفراد والموارد البشرية. وبالتالي فإن نجاح تمكين مقترن بنجاح المواطن البحريني ومملكة البحرين ككل، وهو المقياس الذي نحكم من خلاله على مدى نجاحنا بالمهام المنوطة إلينا، وهي ما تحتم علينا دعم كل بحريني لتحقيق طموحاته. ومن أجل أن نلقي بعض الضوء على ما حققته تمكين منذ تأسيسه قبل 6 أعوام، اسمحوا لي أن أستعرض بعض من ذلك. استثمر التمكين في السوق البحرينية أكثر من 292 مليون دينار بحريني لمشاريع وبرامج تنموية مختلفة تستهدف بناء قدرات البحرينيين والمؤسسات في القطاع الخاص. وقد استفاد من هذه البرامج حوالي 66 ألف مشارك من مؤسسات وأفراد حتى الآن، ومن بينهم أكثر من 47 ألف بحريني استفادوا من برامج تمكين لتنمية الثروة البشرية، حيث تم تدريب نحو 30 ألف بحريني في شتى القطاعات، بجانب تمكين 3500 بحريني من الحصول على وظيفة كريمة، فيما حصل أكثر من 3000 بحريني على شهادات احترافية في مجالاتهم. أما على صعيد المؤسسات فقد استفاد من برامج تمكين أكثر من 19000 مؤسسة من خلال التمويلات الميسرة وخدمات برامج تطوير المؤسسات. ومن هذه الإنجازات تمكين أكثر من 4900 مؤسسة من الحصول على تمويل ميسر ومنخفض التكلفة من خلال محفظة تمكين التمويلية، والبالغ قيمتها 210 مليون دينار بحريني، بجانب تحسين أداء أكثر من 4500 مؤسسة من خلال خدمات برامج تطوير المؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك فقد لعبت تمكين دورا قياديا في الارتقاء بطموحات البحرينيين من خلال خلق ثقافة التحسين الذاتي المستمر، في تشجيع التعلم والمعرفة والتقدم الوظيفي، نشر روح الريادة وتطوير الأعمال، تمكين المرأة اقتصاديا، وبناء قدرات الشباب، وسخرت لذلك جميع وسائل الدعم الممكنة. ونحن نفتخر بالإنجازات التي تحققت بفعل الدعم الذي تقدمه، بالإضافة إلى جائزة التمييز في التدريب والتطوير في قطاع المحاسبة والمالية وتمكين القطاع الخاص. ففي ديسمبر الماضي حاز التمكين على جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة أفضل مبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وفيما يتعلق ونحن نؤكد بأن التمكين هي شريك القطاع الخاص نحو الازدهار، وهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد عنصرا أساسيا في رؤية القيادة الرشيدة في المملكة التي تشجع على تعزيز مكانة البحرين وجعلها مركز رئيسيا ورائدا للأعمال، وهي شراكة محورية لخلق فرص عمل للبحرينيين في القطاعات الواعدة. هذه المؤشرات والمعطيات مع وجود خطة استراتيجية محكمة وبعيدة المدى تجعلنا على ثقة تامة بأننا ماضون إلى الأمام، ونعدكم بأننا لن نتخلى عن واجبنا ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية وخدمة جميع البحرينيين فيما يحقق الازدهار لمملكتنا الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الشيخ محمد بن عيسى خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين على هذه الكلمة وعلى هذه الإحصائيات الجميلة. والآن حضورنا الكرام نترككم مع هذا الفيديو الوثائقي عن تمكين وإنجازات تمكين. لجمع البحرين من خلال الأمثلة الطويلة.
وفق استراتيجية ثابتة الخطى، وتنظر للفرص أينما حلت، وتبحث بعمق في متطلبات السوق من أجل رفع مستوى الإنتاج والربحية في القطاع الخاص، وبتناغم مدروس مع الرؤية الاقتصادية للمملكة. ومن ذلك المنطلق تقدم تمكين باقة متكاملة من المبادرات والبرامج التمويلية والتطويرية والاستشارية، فضلا عن باقتها من برامج التدريب والتأهيل في مختلف التخصصات، ليكون البحريني الخيار المطلوب في سوق العمل. إلى تقديم مجمل منجزاتها وأعمالها وبرامجها إلى المجتمع عبر أكثر من وسيلة متاحة لضمان وصول رسالتها بصورة صحيحة وشفافة وواضحة. وأصبح التمكين في برامجها المتنوعة مثالاً متميزاً على الصعيد الإقليمي، حازت على العديد من الجوائز المرموقة، من أبرزها جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب كأفضل مؤسسة داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وجائزة التميز في التدريب والتطوير للأفراد في مجال المحاسبة والمالية على مستوى الشرق الأوسط. برنامج الاستشارة يعتبر هو خارطة الطريق لأي مؤسسة تريد أن تنضم لأعمالها. إحنا استفدنا من برنامج الاستشارة في التعرف على منافسين في السوق ونقاط الضعف والقوة لديهم، أيضا تعرفنا على نقاط والضعف التي لدينا نحن في المؤسسة، تعرفنا على كيفية شراء الأجهزة وما هي الأجهزة التي نريدها أو لا نريدها. فبالنهاية يعتبر برنامج الاستشارة هو استراتيجية كاملة لأي مؤسسة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة لمدى كذا سنة والاعتماد على هذه الاستراتيجية. أنا من أحد برامج تمكين وهو برنامج الجودة، إدارة الجودة بالتحديد. هذا طبعاً النظام طبقته في مؤسستي، وذلك طبعاً إيماني أن الجودة شيء ضروري وشيء مهم جداً في زيادة الإنتاجية وفي زيادة الكفاءة. بالنسبة لنظام الجودة كانت طبعاً كان من الأشياء اللي كانت تراودني من زمان أن ناخذ ISO اللي هي شهادة الجودة، وهي شهادة عالمية يتبين الشركات اللي طبعاً تقوم بالحصول عليها عن الشركات اللي ما عندها طبعاً نظام جودة متكامل. فكنا طبعاً نتمنى أن نحصل على هذه الشهادة، ووجود تمكين بالدعم المادي وطبعاً وطرحها ل 80% من المبلغ أو من التكلفة لهذا النوع من السكيم أو البرنامج. تقدمت الطلب لتمكين حصلت على الموافقة لدعمي في هذا النظام. فنظام الجودة يعني أحد الوسائل أو الأدوات اللي مكنتنا من التمكين كمؤسسة صغيرة، يخلينا يعني نفكر في النمو ونفكر في العالمية بصورة يعني كبيرة وجدية أكثر، لأن في الأخير إحنا ننتظر أن يعني فرصة تسمح لنا على أساس انطلاق. تمكين قدم برامج كثيرة لدعم التاجر والرائد العمل البحري للانطلاق من المحلية للعالمية، من أهمها برنامج تمويل. البرنامج هذا يتركز علشان يعطي القاعدة المالية الكافية علشان رائد العمل يتطور وينتج أكثر، ويمكن أن هو يعطي في إنتاجيته من ناحية أنه يفتح أبواب جديدة، أسواق جديدة وأكثر من ذلك.
الدراسه كانت مجال السفر والسياحه. قدرنا ان احنا نتطور فيها من وكاله سفر عاديه الى اكثر من ذلك، بحيث ان احنا نروح اونلاين الى ان احنا نفتح مجالات جديده مثل ترافل فور سبورت او السفر لحضور المجالات العالميه او المحافل الدوليه للمجالات الرياضيه. وكان هذا شيء جديد بالنسبه حق البحرين، قدرنا ان احنا من خلال برنامج تمويل ان احنا نوظف الكفاءات القادره ان هي تتولى مثل هذا المهم. تمكين تقدم برامج متعدده لرواد اعمال البحرين، واحنا كشركه ناشئه واحد من اهم البرامج اللي استفدنا منها هو برنامج الترويج. برنامج الترويج كان مهم بالنسبه للشركه لانه هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نعرض منتجاتنا في المعارض المحليه والخارجيه. بما ان احنا منتجنا كان جديد فريد من نوعه في السوق البحريني وحتى في المنطقه، فكان مهم ان احنا نعرف الناس بالمنتج والشركه. فالمشاركه في المعارض المحليه اتاح لنا الفرصه ان احنا نعرف الناس اكثر بالشركه وبالمنتجات المختلفه اللي احنا نقدمها. استفدت من برنامج تسويق بشكل كبير، وساعدني البرنامج اني اعد خطه تسويقيه واستراتيجيه لتسويق منتجنا في سوق البحرين. وطبعا هذه الخطه ساعدت على انتشار المنتج لاكبر شريحه ممكن. وكان البرنامج مردود مالي سريع من خلال ارتفاع عدد الزبائن. احد اهداف التمكين جعل البحرين خيار الاكثر للتوحيد. وقام التمكين دراسة لمعرفة متطلبات سوق العمل بعدة برامج تنمية قدرات التقنيين وتأهيلها. ساعدني برنامج التمكين أن أحصل على شهادة الـ PCI-ISA في مجال أمن المعلومات. طبعاً هذه الشهادة خلتني أكتسب مهارات جديدة وأطبقها في مجال عملي. بالإضافة أن أنا قدرت أن أكون أول بحرين أحصل على هذه الشهادة. فإننا جميعا نمثل هدفا حقيقيا لتمكين التي تضع كل بحريني ومؤسسة في البحرين في صميم قلب التطور الاقتصادي. شكرا لتمكين، وشكرا لكل ما تقدمه من دعم في سبيل تطوير البحرينيين وفي سبيل يعني اطفاء لمسات جميلة واثراء القطاع الخاص واشراكه بالقطاع العام وكل ما ياتي بهذه الامور ان شاء الله من ثمر في المستقبل. بس نعطيكم فكرة بسيطة عن ما سوف تقول ليل، خلينا نقول الامور. الان راح يكون عندنا طبعا كلمه، ومن ثم راح يكون في هناك كلمه الدكتور سعد براك، ومن ثم كلمه راما شققي، ومن ثم راح يصير في افتتاح للمعرض والذي سوف يكون طبعا في قاعه المؤتمرات. فلنبدا بهذه الكلمه الرئيسيه الاولى للدكتور سعد حمد البراك، رئيس مجلس اداره مجموعه إلى. Can we have the level mic for Dr. Saad, please? Yeah, there you go. المؤسسات الأعمال الصغيرة
في الولايات المتحدة اللي هي المؤسسات التي فيها أقل من 100 شخص توظف حوالي 70% من القوى العاملة في الولايات المتحدة. حتى كثير من الناس يعجب ليش المسألة الصغيرة الحين هي الإنجن الأكبر، المولد الأكبر أو الجنريتر الأكبر للاقتصاد. لكن الاقتصاد كما أي ظاهرة بشرية حتى يتطور وحتى يتقدم لا بد له من قيادة، ولذلك أهمية القيادة في الظاهرة البشرية أهميتها في تقدم وتطوير أي عمل بشري. وأقول باختصار أن الفرق كله كل الفرق بين أي مجموعة بشرية وأخرى ليس فرقاً لا في الجينات ولا في أي أشياء أخرى، لأن من عدالة الله سبحانه وتعالى أن إذا عملت وأن إذا اجتهدت بالتأكيد سيتحقق لك ما تريد، وأي قول غير ذلك هو قذف في عدالة الله سبحانه وتعالى، وهذا ينطبق على كيف تكون. فالقيادة ليست جزءاً من الفرق بل هي كل الفرق. ما تقول يتحرك من شمال هني؟ قال هذا على طول ما أدري. أجي يعذروني صح. زين؟ وهذا من الطرق اللي استخدمها تعرف الناس بالقضية وما يكونوا يقول. خلاص حاضر بمسك هذا شو اسمه. فالقيادة الحقيقة كل هي كل الفرق. طبعاً صار نقاش طويل لم تناقش ظاهرة بشرية في التاريخ كما بنقشت القيادة. إلى اليوم تدرس القيادة وتدرس في كبرى الجامعات. يعني أنا على الأقل في السنتين الماضيتين استشرت، وربما جزء من إشراف صار لي على رسائل الدكتوراه في الولايات المتحدة في المملكة المتحدة كلها تتكلم عن القيادة وظاهرة دراسة قضايا معينة في القيادة. فهي ظاهرة يعني عجبت وأحيرت كثير من الناس وما زالت تحير، لكننا نريد أن نعرف خلاصة الفكر البشري في قضية القيادة وقضية أهميتها وما هي ببساطة وليس بتعقيد. فابتداء ما هي القيادة؟ كثير من الناس يعرف القيادة من نظرية الصفات، والله القائد ما شاء الله أول شيء زواج طويل، طبعا هذا يعني كلام حقير والقائد لازم يكون هيبر القائد نظرية الصفات، لكن هذه النظرية مع الأسف ليست نظرية إنسانية ابتداء، لأنها تتكلم عن أمور كثير من الأمور التي يظن أنها موهوبة وليست مكتسبة. القضية الأخرى هل القيادة قضية موهوبة أم قضية مكتسبة؟ القضية الثالثة بساطة شيء القيادة. القيادة بكل بساطة هي أن تجعل مجموعة من الناس أن تحفزهم ليحققوا الأهداف التي تريد بالاتجاه الذي تريد. لكنها هذه ليست قمة القيادة. قمة القيادة أن تجعل مجموعة الناس التي تعمل معها تقع في حب وغرام الأهداف التي تريدها، ولذلك محفزون ذاتيا ويتحمسون بطريقة هائلة وغير طبيعية وغير عادية لتحقيقها. وقضية الحب ترى يعني قضية العاطفة قضية مهمة جدا في القيادة، ولذلك قضية التفريق بين العقل والعاطفة هذه قضية مصطنعة وقضية غير بشرية. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا ربط بين العاطفة وقدرة القيادة على قيادة الناس وتحفيزهم في الاتجاه الذي يريدون. أيضاً القيادة قلت الأول هي أن تجعل مجموعة الناس اللي تشتغل معاهم يقعوا في غرام في محبة
الوصول بالأهداف والأحلام التي تريد أن تحققها. اثنين، لب القيادة، لب العمل القيادي هو التغيير. فإن لم تغير فأنت لست قائد. أوكي؟ والتغيير يعني نقل الناس أو هذه المجموعة. ونحن نتكلم عن القيادة كظاهرة بشرية، سواء قدة أسرة صغيرة أو نادي رياضي أو شركة كبيرة أو جمعية خيرية أو نادي هواة معين أو دولة، كلها في النهاية مرتبطة في هذه الظاهرة التي تسمى القيادة، التي تعمل كل الفرق في تحقيق وإنجاز هذه المجموعة وتقليلها عن باقي البشر. لذلك اليوم عندما نتكلم مع هؤلاء الشباب في التمكين أصحاب المبادرات، لب المبادرة هي قيادة، رؤية للتغيير، وأنت قائد بقدر ما تستطيع أن تغير أو أن تحدث تغييرا، بالتأكيد تغييرا إيجابيا. الحين بديت أركب شوتين أن تحدث تغييرا إيجابيا في هذه المجموعة التي تقودها. التغيير بثلاث أشياء: أنت يجب أن تغير الحالة العاطفية والذهنية والسلوكية لهذه المجموعة. الحالة العاطفية ابتداء، واحد يقول لي والله شلون ايش دخل الحالة العاطفية الموضوع؟ الحقيقة أولاً 90% من القدرات القيادية مرتبطة بالتأثير العاطفي والتجاوب العاطفي، التأثير العاطفي الإيجابي مع الناس. أبداً 90% على الأقل. بل إن الفرق بين أي قيادة وأخرى هو في قدراتها العاطفية، الإيموشنال إنتليجنس. هذا الفرق. باقي القدرات انك والله تقدر تخطط وتقدر تسوي وتقدر كذا، اليوم في كتب مانجمنت وين اول تاخذها تعرف شلون البلان اورجنايز كوردينيت كنترول، كيف تخطط وكيف يعني تدير وكيف تراقب. هذه المراقبه يعني تقديم القيادات عندها المراقبه، والمراقبه يعني الخلق باختصار. اوكي؟ لأن أعظم درجات الضبط هي انضباط الذات حبا لا كراهية. كيف تصل في مجموعتك إلى الانضباط الذاتي حبا لا اضطرارا؟ هذه قضية فارقة جدا في التأثير القيادي. إذا أنت قائد بقدر ما تستطيع أن تحدث تغيير إيجابي. إذا جئت كقائد لمجموعة، لمدرسة، لنادي، لإدارة، لوزارة، لبرلمان تتكلم عن وزارة، وزارة الكويت الآن. فإذا لم تحدث أي تغيير فأنت لم يكون لك أي أثر قيادي، وبقدر ما تحدث من تغيير يكون لك الأثر القيادي. ماذا يحتاج التابع من المجموع؟ ماذا يحتاج التابعين من القائد؟ المجموع ماذا تحتاج؟ طبعا هذا ليس رأيي، يعني كان زين هذا رأيي، كان الله في وراء كل رأيي، بس هذا رأيي رجل عظيم عملاق اسمه وارن بيرس، هو أعظم عالم في قضية إدارة في العالم اليوم، أمريكي عمره الثمانينات، يقول وأعظم من كتب في قضية القيادة وناقشها وبحثها على مدى حوالي 40 سنة ماضية، يقول أن التابع يحتاج ثلاثة أشياء من المتبوع، من القائد. أولا الثقة. دور أساسي للقائد أن يصنع الثقة ليس فقط بينه وبين الآخرين، إنما ثقة الناس في أنفسهم، وثقة الناس في مستقبلهم، وثقة الناس في أهدافهم، وثقة الناس في المنظومة التي تحكمهم والتي يعملون وفقها. صنع هو مولد الثقة، مثل الكهرباء شلون؟ لازم تولد الكهرباء 220 كيفي، 220 فولت،
طول الوقت ما ينزل شيء لأن ينزل ما راح يشتغل شيء. القائد يجب أن يتحقق دائما من توليد مستوى معين من الثقة ما لو ما تنزل عن المؤسسة، هو مولد الثقة الأعظم. وبدون توليد هذا المستوى من الثقة لا يمكن أن يكون هناك هذا التماسك، هذا الحماس، هذا الإنجاز، هذه الملاحقة الحديثة لأهدافنا التي نريد تحقيقها. ثانيا الأمل. القائد يجب أن يكون رافع راية الأمل في المجموعة التي يقودها. انظر ماذا يقول قائد عسكري فذ عظيم مثل نابليون. أقول نابليون لا رضي الله عنه. زين ونبات. ولذلك بول ممكن هو طاعة منطقتنا يعني نوعي للممارسات الممارسات منطقتنا. زين نابليون يقول الليدر اونلي اجيلر ان هوب. القائد هو عبارة عن بياع للأمل، يبيع الأمل على الناس. وبقدر ما يكون أمل الناس وطموحهم عالي زين، طبعاً نتكلم عن أمل نتكلم عن إيمان وسلوى وطيبة وفعلاج علوم. فإذا كان كل ما كان أمل الناس عالي وكل ما كان أمل الناس عظيم كل ما كانت هذه المجموعة أعظم وأقدر في تحقيق أهدافها. والثالث هو الاتجاه، انه يجب ان يكون هناك اتجاه معين، مو كل يوم نسير في طريق او يعني نميل جانبا ننشغل في اتجاه اخر فرعي او كلي او غيره، او ابتداء يكون عندنا تردد في قضيه تحديد اتجاهنا بوضوح ثم حشد كل طاقاتنا واذهاننا وعواطفنا لتحقيق هذا الاتجاه. لكن القيادة أيضا ليست مرتبطة بالقضية الفنية، يعني علشان تكون أنت مدير الجامعة لا يجب أن تكون أنت أعظم أكاديمي في الجامعة. علشان أنت تكون رئيس المهندسين ما يجب أن تكون أنت أعظم مهندس في المجموعة، بالعكس أنا أعتقدها كارثة نحط شخص فني، لأن المتميزين فنيا نحترهم يعني، زين؟ فلما نحطهم مسؤولين عن الناس يخربون الدنيا كلها. عندما تتلقى إلى قائد، إلى مدير، إلى مسؤول، فأنت غيرت وظيفتك، وظيفتك لن تصبح وظيفة فنية. وظيفتك هي الإدارة والقيادة، وهي تتطلب مواصفات أخرى مختلفة تماما عن المواصفات الفنية التي مثلا تحتاجها كمهندس او كاكاديمي. والمواصفات مرتبطه 100% بالكاركتر بالشخصيه. مواصفات الشخصيه قدر ما عندك من نضج عاطفي وغيره. لكن الشخصيه مصيبتها مصيبه. ليش؟ لان 80% من شخصيه الانسان يتشكل في 5 سنوات الاولى. ولذلك قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وال20% الثانية اللي تكمل 100% من شخصية الإنسان تتشكل في 5 سنوات التالية. يعني بعد 10 سنوات إذا أصبح عمر 19 تكون تكاملت شخصيتك. ولذلك هل صعب تغيير الإنسان بعد 10 سنوات؟ ليس صعب، لكنه أصعب بكثير من 10 سنوات الأولى. الإنسان يولد صفحة بيضاء، فيمكن برمجته من خارجه، من الأم والأبو والمدرسة والمجتمع وكل شيء. فالكتابة داخله سهلة برمجته. بعد 10 سنين علشان يتغير يجب أن تقنعه هو كي يعيد برمجة نفسه. تمام؟ لذلك قول الله سبحانه وتعالى عظيم جدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغير ما بأنفسهم، يعيدون برمجة أنفسهم. ولي سامحونا شو شايف تفسير صار تفسير معنا.
أوكي؟ إعادة برمجة أنفسهم، تمام؟ ولذلك هنا خطورة القضية التعليمية. والقضية التعليمية ليست فقط في جانبها الفني، لأن نحن التعليم عندنا في العالم العربي كلكم تعرفون إخواننا المصريين كثيرين موجودين يعرفون أن وصيبتنا هو التركيز على المادة والمحتوى أكثر من التركيز على القضية الشخصية، بناء الشخصية التي أمامك. وأضرب مثال على ذلك، لأن هذه القضية ليست مرتبطة فقط بالتعليم، والتعليم أيضا مرتبط بثقافة المجتمع، ما لا يريد المجتمع. كنت في يوم من الأيام لما كنت طالب في أمريكا، قربوا من عيد والدي 50، تعرفون عرب مشفع يعني مقدار ركض علي، فواقف أنا في مقدار انتظر دوري، معروفة ما أعرف كان جيش اثنين تشيز برجر فرايز وكوكا كولا 29 سنت باتلوك. أنا كنت واحد سنة يعرفون أوكي؟ فالمهم وصلت أنا للدور مالي، ووصل في نفس الوقت طفل صغير ما يتجاوز عمره 5 سنين، كان في اللاين الثاني. طبعا أنا خلص قاعد أراقب، قاعد أطالع. هذا اللي جذبني في الموضوع، أنه لما وصل قال اللي يخدم يسر أو كراي هبي شلون أقدر أخدمك أيها السيد؟ فقال له أبي طلب كذا كذا، عارف شو ورايا الولد الصغير هذا. فقال إن شاء الله راح جاب له الأغراض، قام هذا أعطاه الفلوس، ولد الطفل هذا رد الفلوس حسبها له ثانك يو تعال كم أجين للسؤال. وأنا قاعد أطالع يعني وأتعجب وأقول صدق هذا المجتمع يربي على قيادته، لأنه عامله كرجل ناضج. لو هذا عندنا يا مخيي شو يصير؟ أول ما يجي يا حليل يحب يحط على الكاونتر وكذا، عمره ما يصير معي أوكي؟ عمره ما يصير طالع عدل؟ أيضا في يوم من الأيام أيضا الجانب التعليم وارتباطه ببناء الشخصية، بناء الشخصية التي تولد طالب. أنا أعتقد أن أمريكا اليوم ليست أعظم دولة في العالم فقط إذا اقتصاديا هي الأعظم في العالم، أو عسكريا أو سياسيا الأعظم في العالم، هي الأعظم في العالم لكم القيادات التي تنتجها في كل مستوى من مستويات الحياة، ولذلك تحقق فرق حضاري هائل بينها وبين الآخرين مهما كان رأينا أمريكا. لا يجي منك خلال الطوفان على ألا تعدلوا وعدلوا هو أقرب للتقوى. اليابانيين عندما هزموا من الأمريكان في الحرب العالمية الثانية لم يقفوا من أمريكا موقف الناقم الحاقد الذي يريد أن يحطم هذه الدولة التي حطمت، وقفوا موقف المتعلم. أوكي؟ وتعلموا وأنجزوا من جديد. فمن ضمن البناء الشخصي كان مطلوب منا احنا كطلاب هندسة أن يكون عندك كورس في الخطابة، تعلم الخطابة العامة public speaking. فإحنا استغربنا يعني إيش دخل هندسة في الخطابة العامة، وهذا الكورس مطلوب ما تتخرج بدونه يعني. فطبعا المصيبة بالنسبة لنا مصيبتين، أن إحنا أصلا نخاف في الخطابة العامة في العالم العربي زين، ثانيا الإنجليزي جاء بخير شلون راح تخطب في العالم للرجال؟ واذكر اني كنت طالب العربي الوحيد في المجموعه، وما اطول عليك بالسالفه، كل اسبوع لازم تقوم تلقي خطبه عن موضوع معين. ففي يوم من الايام طبعا انا خطبت عن جماعه الناصر تحسنت بعدين اسمعي في ذاك اليوم كان أحد الشباب الأمريكان طلع كل هذا وقال موضوع خطبتي هو كيف أصل إلى أن أكون رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
طبعا انا ما اتوقعش احنا لو عندنا هني واحد يقول بصير رئيس مشروع كذا غير تطمن وادار كذا واشياء ثانيه ما بنقولها يعني ما تنسوق هي يعني كيف كيف تعاطى هؤلاء الشباب اللي يكونوا عمرهم 18 سنه مع هذا الموضوع مع هذا الطموح الغريب تعامل معه بكل الاحترام. انا طبعا قاعد اطالع وين جسمه يعني خايف من جسمه قاعد يتلفت حواليا كل الصحابه زين فالقى هذا الرجل الخطاب ماله ونوقش بمنتهى الجديه من البروفيسور ومن الاستاذ ومن المجموعه الموجوده تمام وتعامل معه بكل الاحترام وصفقوا له تصفيق هائل. هذا المجتمع يربي في ثقافته على القيادية. إذا تقدم المجتمعات وتطورها وتحضرها مرتبط بتكوين الطيف القيادي داخلها بطبقة قيادية عميقة ومتطورة في أدواتها وفي أساليبها وفي مهاراتها. لكن أيضا مما يطالع عن القائد نظرية القائد السوبرمان أن القائد لازم يصير عنده فيجن. زين وهذا يعتبر نظرية يعني وهذا القائد صار عنده فيجن زين على زين نظرية زين على زين لكن القائد في النهاية بشر والبشر مهما كان هو محدود وليس سوبرمان. القائد وظيفته أن يطور الفيجن من المجموعة التي معه من باب التحفيز والحوار والنقاش وما إليه وليس بالضرورة هو يكسب الفيجن. ولذلك تشرشل ما لا يعرف تشرشل عن الفنون الحربية ومع ذلك قال أكبر معركة من المعارك في تاريخ الحرب العالمية الثانية أوكي عندما استدرج الأمريكان ودخلهم والعنو أبو خامس النازيين أوكي هذا تشرشل محامي ومحامي كان في عاش جزء كبير من وقته في جنوب افريقيا وكان له قدره اوكي ولذلك كيف صارت عنده هذه القدره الرؤيه التي بها ولدت الموازين في الحرب العالميه الثانيه اللي هي محور الحروب في التاريخ. هل كان روزفلت رجل اقتصاد عندما قاد امريكا في نهايه الثلاثينات او منتصف الاربعينات من خلال ما يسمى بنيو ديل مشروع النيو ديل الذي حول امريكا من اقتصاد يترنح بعد الريسيشن بعد الركود الاقتصادي العظيم في ذلك الوقت الى ان تكون اعظم قوه اقتصاديه في العالم. لكن روزفلت كان قائد استطاع الحوار والحش وما اليه بتحقيق متطلبات القياده التاثير في مجموعته في جعلهم يحبون ان يجعلوا امريكا ويعشقون ان يجعلوا امريكا راس الهرم الاقتصادي في العالم. استطاع ان يدور لنديل وغيره كثير من الامثله حتى في عالم البزنس الرجل الذي انقذ اي بي ام كبرى شركه عملاقه في العالم في يوم من الايام اتى من شركه نابسكو وهي شركه اغذيه. ولذلك لا القائد ليس سوبرمان. القائد رجل او امراه وتاثير امراه لو بدون رجل. على فكره احنا في قضيه المراه من الذين حكموا العالم دولنا في العالم الاسلامي منذ بدايه هذا الى اليوم حوالي 82 امراه. ليس هناك امه اخرى حكمتها حكم هذا العدد من النساء حتى يقولوا ان موقفنا من النساء وتاريخنا مع النساء تاريخنا حقيقه ابيض كثير من غيرها. اوكي؟ ولذلك هذه المنظومه بهذه المنظومه البسيطه بهذا التحديد البسيط بهذا التركيز البسيط على هذه الظاهره الانسانيه وتاثيرها نستطيع ان ننقل مجتمعاتنا تمكين غيره وما اليه نقل عظيمه في قضيه القياده فالقياده والقياده والقياده لكل الفرد. اشكركم. السلام عليكم.
شكرا جزيلا يعني الدكتور سعد حمد البراك رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلا، وأيضا شكرا لهذه العفوية ولهذه ولهذا الطرح الجميل صراحة. استمتعنا معك يا دكتور، شكرا جزيلا. الكلمة الرئيسية الثانية الآن للسيدة راما الشققي، مؤسس ومشارك والرئيس التنفيذي لشركة بركة فنتشرز دبي في الإمارات العربية المتحدة، فلتتفضل. Should be a key combination to display. We've done it there. There was nothing to. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حتحدث عن socializing business. ذكرتها بالإنجليزي وإن شاء الله من هون لآخر الجلسة ممكن تساعدوني أنه نعربها، لأنه يمكن من أصعب الأشياء اللي بتمر علي هو تعريب المصطلحات اللي سائدة بالغرب، فإن شاء الله سويا منعرب هالمصطلح. من كم سنة، حوالي 3-4 سنوات، شاركت بورشة عمل بالبحرين مع سيدة لينا العليمي و Young Arab Leaders، وكانت كان حدث مهم كثير بالنسبة لي، لأنه غيرت فكرتي بالنسبة للشباب العرب واللي ممكن نتوقع من الشباب العرب. فما شاء الله بين 60 شاب وشابة من البحرين قدروا خلال ساعات بسيطة أنه يطرحوا مشاريع اجتماعية ربحية وغير ربحية، وخلال هالفترة كمان يقدروا يرصدوا ردود الفعل عن طريق المواقع الاجتماعية ويلقوها بطريقة ما شاء الله ممتازة ومعبرة جدا، فيها أبداع وابتكار إلى آخره. فأنا من فترة بسيطة كنت قارية هذا التقرير اللي هو Arab Human Development Report، واللي بحب أقضي ليلة محزنة يقرأ هذا التقرير، لأنه للأسف كل تطلعاته على وضع العالم العربي متشائمة وفيها كثير من يعني بتبحث بأوضاع مخيفة، إن كانت اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا بيئيا، كل تطلعات الريبورت كانت متشائمة. فبعد قراءة هذا الريبورت حبيت أرجع أشوف إنه هذا ليش الكلام عن بلادنا، كنت راجعة جديد على الدول العربية، فسويت بحث بسيط على الإنترنت، قارنت في وضع بأفريقيا بالوضع بالعالم العربي ككل، وبعدين بالوضع بدول مجلس التعاون خاصة. فشفت كم صفحة على الإنترنت بتتطرق للمواضيع اللي هي المشاكل الاجتماعية والبيئية بأفريقيا، مثلا موضوع الإيدز في 40 مليون صفحة على الإنترنت بتذكره، موضوع اللاجئين 5 ملايين صفحة،
التعليم أو مشاكل التعليم 196 مليون صفحة، والصحة نفس الشيء، التصحر، المعونات الإنسانية، والرواد الاجتماعيين اللي معنيين بهاي بحث حلول لهذه المشاكل تعدادهم يعني الصفحات كان مليون. بالنسبة للمشاهير اللي بتعطي اسمها لدعم المشاريع بأفريقيا حوالي 200 مليون صفحة. انتقلت لعالمنا العربي لشوف كيف الوضع بالإنترنت، ولقيت أنه نحن عندنا مشاكل فعلاً عم تتضاعف، ووضعنا عم بتقارب لوضع المشاكل اللي بأفريقيا. الزحف العمراني مشكلة كبيرة، ولكن اللي بتطرقوا له كانوا عدد صفحات بسيطة جداً. نسبة اللاجئين كبيرة وعم تتزايد، ولكن كمان متطرق لها عدد قليل. تقلص الموارد الطبيعية نفس الشيء. المشاهير الداعمين، في مشاهير بدعموا المشاريع ولكن محدودين بسيدات الأوائل بالمجتمع. التعليم عندنا في مشاكل كبيرة وبتطرق لها هذا التقرير اللي درسته، ولكن على الإنترنت جدا ضئيل المعلومات عنه. أما بالنسبة للرواد الاجتماعيين فكان في حوالي 400 ألف صفحة بتذكر الرواد الاجتماعيين بالعالم العربي، ولكن كان محصور الموضوع بمؤسسة أو مؤسستين بما فيهم إنجاز وأشوكة. بعدين لننظر لوضع مجلس التعاون على الإنترنت. شو كان البحث؟ مجلس التعاون، دول مجلس التعاون طبعا تغيير عليها كان تغيير كبير جدا بين الستينات والألفين. دبي كمثال، صورة من 91 وصورة اليوم. ففيها طبعا مع هذا التغيير الفائق مشاكل اللي هي مشاكل التطور بالتعليم. وزير العمل السعودي ذكر بحديث له أنه تقريبا 80% من الخريجين من الجامعات السعودية مو مؤهلين للعمل بالقطاع الخاص، ولكن نسبة المواضيع اللي بتتطرق للبحث بهالمشكلة على الإنترنت ضئيل. في تراث مهدد لأنه في عوامل دخيلة كثير عليه، ولكن الحديث فيه محدود جدا. في تلوث بيئي، الحديث كمان محدود جدا. ونفس الشيء بالنسبة لتقلص الموارد الطبيعية. مشكلة البدانة عنا وما يتليها من مشاكل صحية ما في نسبة جدا ضئيلة للتحدث عنها. نفس الشيء العنف الأسري وذوي الاحتياجات الخاصة. الرواد الاجتماعيين بالدول الخليج ما يقارب 220 ألف صفحة على الإنترنت. فهي التغطية المشملة لما سويت البحث بال2009، وبعدين لما عدت النظر إليه بال2012 ما زالت المواضيع اللي عندنا فيها مشاكل التحدث فيها على الإنترنت تحدث بسيط، مع العلم أنه مجتمعاتنا مقبلة على الإنترنت إقبال رهيب. فنسبة يعني اللي من المجتمعات العربية على الإنترنت 17% تقريبا، فبشكل يعني لا بأس بها. فلماذا هذه يعني النظرة المتشائمة وليش عندنا هذه المشاكل؟ برجع لتاريخنا بلاقي أنه إحنا صدرنا الحضارة للمجتمعات الغربية، وكان لنا أثر كبير على التقدم الحضاري اللي صار بأوروبا. فهذا التقدم كيف صار وشو كان الأصل تبعه وكيف ممكن نسترجعه؟ ممكن نحن ننظر للأديان اللي خرجت من المنطقة تبعنا ونشوف كيف كمؤسسات اجتماعية قدرت توصل لها الموصل. أولاً الأديان عندها خطط بعيدة الأمد، فإذا قارنا الأديان بالمؤسسات الأديان خططها جداً بعيدة الأمد. ثانياً بتدعو للعلم دائماً، فالكل لازم يتعلم دينه، لازم يتعلم الشعائر الدينية، ففي تثقيف دائم للمعنيين بالديانة. ثالثاً في تدبر بالطبيعة وتدبر دائم فيها.
في ممارسة فعلية، ما هي فقط ممارسة ذهنية. الإنسان بتحرك في الصلاة في الصيام، في تكرار وتعزيز للمفاهيم يومي. والدين بيتفسر مش بس بالكلام وبالكتابة، ولكن في معالم، في خط، في آرت، يعني في بكافة التواصل فيه بكافة الطرق. بعدين في بدع الدين للتكاتف والتضامن والإعلام والعلاقات العامة بالأعياد والمناسبات والاحتفالات والتعازي وما شابه من الطقوس الاجتماعية. وبآخر شيء في المتحدثين بالأديان ابتداء من الأنبياء رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهاء بالمشايخ والمتحدثين بأسماء هذه المؤسسات، متحدثين طليقين مثل ما ذكر السيد سعد. فالمتحدث باسم المؤسسة يجب أن يكون شخص طليق تحدث فيها. فبعيد النظر للرؤية اللي ابتدأت هذا التقرير اللي قريته، هل ممكن يكون في رؤية تانية بدل ما نكون بأدنى المؤشرات للعمالة؟ ليش ما نكون من أحسن المؤشرات بالعمالة؟ ليه ما إحنا نصدر الأفكار ونصدر الابتكار ونصدر الصناعات؟ ليش مثلاً ما يكون عندنا شخصيات مثل أمينة الراشد بدل أوبرا، ولا حسن السالم بدل ريتشارد برانسون؟ هل هذا ممكن؟ ما هي معطيات النجاح لنقوم بذلك العمل؟ طبعاً السيد دكتور سعد تطرق لكثير منها. أولاً بالتركيز على المبادر أو الرائد، رائد العمل، والتركيز ليس فقط بالتركيز على التعليم ولكن على تطوير شخصية هذا الرائد. فلننظر إيش الأشياء اللي بتواجه المشاكل اللي بتواجه رواد الأعمال حاليا. أولها أنه فكرة النجاح شو هي عند رائد العمل اليوم؟ بريق الأمل عالي، فبتطلع النجاح متحمس عليه وممكن أنه يحققه بسرعة. بأول مراحل فشل بمر فيها ببطل وبرجع للوظيفة بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. ثانياً فقدنا القدرة على الإبداع، أو لنقول الحلم، إنه الواحد يقعد ويفكر إيش أنا لأي علو ممكن أوصل، مثل ما كان مثلاً نابليون يفكر مثل ما قال الدكتور براك. اليوم ليش خسرنا فكرة هالحلم؟ لأنه المداخلات كثيرة. اليوم الرائد مننا مثل like a child in a candy shop، ضايع مو عارف وين يتطلع ولا مين ينافس ولا شو هي سبل الإعلام اللي بده يطلع فيها ولا مين يتبارى معه. ففي احتياجات للهدوء والتدبر والتفكر والتمعن اللي كانوا أبائنا وأجدادنا يقدروا يحصلوا عليه. ثانياً في مشكلة الفندنج، الحصول على التمويل. في فئة معينة من الشباب والشابات بيدعمون الحكومة بالمراحل الأولى، ولكن في كتير من الشباب والمشاريع ما بتلاقي هذا الدعم. فأنا كمثال بأمريكا لما بدأنا بمشاريع الخاصة قدرنا بخلال 3 أسابيع نحصل على Venture Capital Funding لمشروع ب60 مليون، بينما مشروع كنا عم نحاول ترويجه 3 سنين اللي مضت بالإمارات 500 ألف دولار ما قدرنا نحصل عليها. ففي تفاوت، في موارد مالية كبيرة بس مركزة بالبرايفت أكويتي اللي هو عم بيقدر إنه يحط 5 ملايين وما فوق، ولكن ما دون هاي الشريحة ما عم يتوفر لرائد الأعمال التمويل. بعدين القدوة بالنسبة لرواد الأعمال، بلا شك في قدوات عديدة من رجال الأعمال ونساء.
لكن كل مرة بلقي محاضرة بجامعة وبسألهم مين قدوتكم، مين الناس اللي بتنظروا إليهم، بحط لهم صورة لمشاهير رواد الأعمال ما بيعرفوا يسموا واحد منهم، وغالبا بيرجعوا للقدوة إنه خديجة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما شاء الله اللي بيمتثل بالرسول ممتاز، ولكن مر علينا 1400 سنة، هل عندنا قدوات اللي نمتثل بها في 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 اليوم الحالي؟ ضروري انه يكون فيه. بعدين من المشاكل الثانية اللي بيواجهوها هي الحدود، ان كانت ذهنية او فعلية، انه رائد العمل الإماراتي عم بفكر بالإمارات ورائد العمل السعودي عم بفكر بالسعودية، وحتى لو فكروا خارج بلدانهم في عواقب لازم يتخطوها، اللي هي قدرتهم على توصيل المنتجات ولا الفياز وما شابه ذلك. فكل هاي العقبات ممكن أنه يتخطوها، بس بالدرجة الأولى مثل ما تفضل دكتور براك لازم الإنسان ينظر لنفسه ويقوي نفسه عاطفيا ومعنويا، لأنه المسيرة بتبدأ وبتنتهي برائد العمل. فهنا أنا رح أتطرق لمسيرتي أنا كمثال للموجودين بالجمهور، ولو تشوفوا كيف كان التركيز أقل على التعليم وأكثر على تعزيز لنقول الجهة العاطفية المعنوية وما شابه ذلك. فأنا بدأت مسيرتي في الخبر بمدرسة بنات خاصة، وتعلمنا بجو كان جدا يعني صغير مثل ما ذكر الدكتور سعد. لما انتقلت لأمريكا كان في شوية صدمة اجتماعية لأنه كان جدا مختلف الجو، ولكن ثابرت أدرسي هندسة، درست هندسة. أول يوم بدأت عمل فيه كان هذا شكل المكان اللي عملت فيه، كان عندي شعور انه في اكثر من هذا كهدف، ولكن مبدئيا هذا اللي كان موجود فثابرت فيه. ومثل اي شابة عربية تخرجت، تزوجت، جبت اولاد، هاي هي المسيرة اللي متعودين عليها. ولكن بدأت الصعوبات، وفاة والد، مرض صحي، هاي العقبات بتجي كتذكير بالمسيرة للإنسان، تجي رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه أنا وين الاتجاه اللي لازم اتجه فيه، هل أنا مسيرتي مضبوطة، هل قادرة أوفق بين عملي وحياتي الاجتماعية، هل أنا ماشية على الطريق اللي لازم امشي عليه. هاي الأسئلة بدأت مرارا وتكرارا، وواجهت فترة عصيبة خلالها كان بصيص الأمل الوحيد هم أولادي، اللي أنا بالنسبة لي كان بالدرجة الأولى اللي لازم أعيش مشانهم. بنفس الوقت طلعت لمين عندي كقدوة، فجدتي المرحومة كانت من أول النساء العربيات يلي طاروا طيران شراعي، ورغم أنها سقطت فيها طائرة مرة رجعت ما شاء الله عليها بعد مرض يعني لمدة سنة بالمستشفى قدرت تقوم وترجع تطير مرة تانية. فأنا إذا عندي سيدات بعائلتنا هيك ممكن أنه أنا أرجع أنهض وثابر، وهذا اللي فعلته. فالحمد لله على مدى سنين ترفعت من منصب إلى منصب عمليا، ووصلت إلى منصب عضو مجلس إدارة بشركة. فبذكر هاي الأمور لأنه مهم جدا أنه الإنسان يكون مرتبط بالأمور، يعني بيشوف نفسه كوحدة متكاملة، مش بس العلم اللي تعلمه ولكن قوة الإرادة وقوة العزيمة والعواطف. هلا انتقلت على بعدها على الإمارات، فأنا بالإمارات وجدت تفاوت كبير بين البيئة اللي تربيت فيها بالسعودية وبين الوضع اللي موجود حاليا بالإمارات، عمار ونهضة وعمران. لكن ما وراء الكواليس كان في وضع تاني، مع العمران السريع في مشاكل اجتماعية تطورت، في المشاكل البيئية الصحية. فحبيت اتجه
انه انا اخدم المجتمعات اللي تربيت وترعرعت فيها. وفي شخص قال لي مقولة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. فأنا شفت أنه السعي اللي كنت عم بسعيه بعملي بالتليكوميونيكيشنز جيد، ولكن في عمل زيادة لازم أعمله اللي هو الريادة الاجتماعية لحل المشاكل الاجتماعية. وطبعا في ذلك الوقت ما كان في أي أحد بيتكلم عن الريادة الاجتماعية، فبدأنا بداية يعني نشتغل عمل تطوعي، نساعد ببرامج بيئية، نساعد ببرامج بالمدارس، وبدأنا نتكاتف مع ناس تانيين يعني نعمل حلقات للتفكير والتدبر عساس نعرف شو اتجاهنا. ومن عمل إلى عمل، من فعالية إلى فعالية، بدأت تتزايد أعداد الناس المهتمين بالريادة الاجتماعية، وحققنا إنجازات مثل مشروع تواصل اللي هو مشروع تعليمي بيهدف إلى الحماية البيئية. فشارك فيه حوالي 500 طالب من المدارس الإماراتية، والموضوع والطريقة اللي كنا نعلم فيهم الطلاب هي جوا البيئة، أن ناخذهم ويغوصوا ويتعلموا عن اللي عم يحصل بالبيئة. فربطنا بين وضعهم الحالي ووضعهم وتاريخهم وتاريخ أجدادهم. من نجاح إلى نجاح وصلنا إلى أكبر نجاح حققته شركتنا اللي هو العمل على مشروع قطر 2022. لما احتاجوا أنه يتعاونوا مع شركة عندها رؤية للريادة الاجتماعية ولحل المشاكل الاجتماعية، واضطروا أنه يوضعوا هاي الرؤية بالتخطيط لاستضافة كأس العالم، اختارونا لمساعدتهم بهذا المشروع، والحمد لله كانت النتيجة مثمرة. فبركة فنتشرز تستثمر بمشاريع اللي هي على الانترنت، وبتوجه الرواد الاجتماعيين، ومنساعد الحكومات على نص وتطبيق استراتيجيات للتواصل. فبرجع على معطيات النجاح، تكلمنا عن الرائد وعن المنهجية، هلأ بنحكي عن الأهداف والقيم والمبادئ. طبعا كل مؤسسة عندها قيم ومبادئ وأهداف، لكن مهم جدا أنه هاي القيم تعمم بالذات اليوم. كيف بتعمم هاي القيم؟ واحدة من الأشياء اللي بنسمع عنها دائما هي التنافس، والرائد أو الرواد دائما بيقولون لازم يكون عندكم competitive strategy، لكن الأهم من هذا أنه يكون في collaborative strategy، أنه كيف أنتم حتتضامنوا مع بعض لتخلقوا مؤسسات أكبر وأوسع وعلى نطاق أكبر. الشيء الثاني انه كيف ممكن انه انتم تلاقوا هدول الرول مودلز اللي انتم ممكن يساعدوكم باتجاهاتكم، وكيف انه تنظر نظره بلا حدود. ففي هاي امثله على بعض المؤسسات اللي ممكن انه الرواد الاجتماعيين في البحرين يتعاطوا معاها، مثل مؤسسه نخوه في الاردن، ارت ان ذا سيتي في دبي، ماركة في آي بي اللي هي حققت نجاح باهر على الإنترنت وعندها مبيعات ما يعني يعادل 100 مليون دولار العام الماضي على الإنترنت. الحوش مثال تاني. هلأ بزيادة على هيك، بالنسبة ل يعني وضع المرأة الرائدة يمكن وضع أصعب، مش لأنه المرأة مو مكرمة عنا، ولكن لأنه مسؤولياتها متضاعفة. المرأة عندها مسؤولية بيت ولازم تضل مهتمة فيه، وطبعا مسؤولية العمل. فأهم شيء هو الترابط، وأنه الواحد يلجأ لأمثلة ناجحة، مثلا سيدة أنوار أبو الخير بالمملكة اللي قدرت أنه تبني النبتة اللي هي بتعني ببرامج بيئية تعليمية.
ولا سيدة دافيدا شاهين اللي هي عم تفتح ستاربكس المختص بالفنجان يعني القهوة العربية، سيدة رشا خوري اللي هي عندها موقع ديا بوتيك على الانترنت، كانديد بمجال الجيمينج على الانترنت، ورندل بسام وسارة فلكناز اللي عم بدعموا الرواد الاجتماعيين ورواد الانترنت بالإمارات والسعودية. آخر شيء اللي حب أتطرق له هو ذكرنا أنه لازم تكون هذه الأهداف متداولة، ولكن هل عندنا الإعلام اللي بيعطي أو بيسنح الفرصة لرواد إن كانوا اجتماعيين أو غيرهم أنه يتواجدوا على الإنترنت؟ فلننظر للإعلام وشو صار له خلال هالسنين اللي مضت. من عام 2000 سبتمبر، من حدث سبتمبر 2003 ولهلأ، الإعلام عالميا وبما فيه الإعلام محليا صار ينظر للشخص العربي المسلم نظرة متشائمة جدا. ما عاد في وسع على قنوات الإعلام أنه إحنا نتداول على إنجازاتنا ونحكي فيها ونذكرها. التركيز كله هو دفاع عن النفس، دفاع عن وضعنا أنه إحنا والهجوم اللي جاي علينا، أو ترفيه بسيط. بينما الاتجاه بالغرب هو اتجاه إعلامي بيدعى intelligent optimism، يعني عم بركزوا على التفاؤل الذكي إن كان من ناحية الاجتماعية أو من ناحية الاقتصاد، في تركيز على الشركات والمشاريع الأثيكال، وهذا الشيء جزء من كمان تراثنا. قيل أميت الباطل بهجره وأحيي الحق بذكره، فإحنا من المفروض أن الإعلام تبعنا يكون إعلام متفائل. بينما إذا نظرنا هذا وضع الإعلام لنقول في الشرق الأوسط عامة، في تشاؤم أكثر، في أفكار دخيلة عليه، في شوية إحباط، بس في وجهة نظر تانية ممكن أنه يكون متفائل، ممكن أنه يكون بيركز على إنجازاتنا وتصديرها للعالم الخارج. لنقدر نحصل على ذلك، لنقدر نعمل هذا الشيء، لازم نقدر ننتبه على قدرة التركيز. اليوم على الإنترنت يقال أنه الشخص حيعطي بس 9 ثواني لأي فيديو، بينما كثير من الفيديوز اللي بتطلع على الإنترنت من العالم العربي 15 دقيقة وما فوق. فأنا لازم إذا بدي أعمل إعلان على الإنترنت أعمله بطريقة يتلقى الشخص على الإنترنت، فلازم يكون دراسة البروفايل تبع الأشخاص اللي على الإنترنت مدروسة، ونستخدم المواقع الاجتماعية استخدام جيد، لأنه تواجدنا بنسب عالية جدا. قبل ما أنتهي بدي أعطي بس مثال على مشروع قمناه مع مؤسسة غير ربحية، حملات إعلامية بتهدف ل يعني fundraising، يعني نقدر إنه نجذب أموال على الإنترنت. الحملة كانت عن غواص غزة، وقدرت خلال سنة إنه تلم مليون دولار من التبرعات عن طريق الإنترنت. فكيف كان هذا الإنجاز؟ المؤسسة بدأها السيد ستيف سوزبي وزوجته هدى المصري، مؤسسة بتعني برعاية أطفال فلسطين المتأثرين بالحرب. ولما بدأنا نشتغل مع المؤسسة كانت الصور اللي بيطلعوها على الأطفال صور كئيبة، بتورجي يعني الحالة اللي هي مو حالة يحسد عليها الشاب المتأثر، ولكن حبينا أن نسلط ضوء تاني على الشباب. فأول صورة أنا شفتها للشاب خليل هي هاي، كانت بعد حوالي سنة من ما بترت ساقينه بحادثة بغزة. هون أول ما إجا خليل على دبي قررنا أنه إحنا يعني ننشر قصته عن طريق الإنترنت ابتداء من أول علاجه.
فاجا على الامارات ليتعالج، وبدانا ندون مسيرته على الانترنت عن طريق صور ومدونات وانترفيوز للمتطوعين اللي بيشتغلوا معه. وحبينا انه نرجع نبني قدراته المعنويه بانه نعطيه سكيل لنقول او هوايه يقدر يمارسها تبني هاي القدرات. فبدانا معه بمشروع الغوص لانه هو كان ما شاء الله عليه رياضي قبل ما ينبتر ساقه، وكان عنده قابليه انه يسبح، فبدانا معه بتدريب الغوص. فهون اول الصور اللي طلعت على الانترنت لما بدا بالتدريب. هون اول يوم نزل فيه على المسبح مع المدربين تبعه، وهي اول ردة فعل للشاب خليل جديلي بعد ما طلع فيه من البحر، واول كلمة قالها يا الله. كان سعيد جدا بانجازه، فحبينا انه نتابع معه لقدر يحصل على شهادة الغوص. خلال هالمتابعة لفت خليل نظر علي بن ثالث اللي هو مصور الشيخ محمد، اللي هو صار معه مسيرة كلها ودونه بفيلم وثائقي. هذا الفيلم عرض على التلفزيون على MBC والجزيرة، وحقق نجاح كبير جدا لأنه ردود الفعل اللي أجتنا كانت مش بس مادية، بس صاروا يقولوا لنا الشباب يعني اللي عم بردوا أنه إذا هذا الشاب واللي مرق فيه قدر يحقق هذا الشيء، فيعني لا عتب علينا كلنا، وأنه ممكن أنه ننجز كثير أكثر من هيك. بس اللي صار بمسيرة خليل انه كل يوم يطلع فيه للتدريب يتزايد عدد المشاهدين وتتزايد الاسئله عنه، وكل مره نطلق صوره على الانترنت يجوا ناس ثانيين يسالوا عنه. فاحد الناس اللي اهتموا بموضوعه هو جوي ايتو، اللي هو رئيس ميديا لاب بMIT. جوي ايتو قرر انه ينشئ برنامج بMIT، يعني بيشوفوا كيف ممكن انه يوصلوا اطراف اصطناعيه للمتضررين بالعالم العربي. وهذا البرنامج يعني طبعا كثير مردوده الماديه اعلى بكثير من الافورت او الطاقه اللي انحطت بقصه خليل. فهي قصة النجاح بس اللي حبيت أذكرها لكم. وبالنهاية أرجع أحكي أنه أهم شيء هو طبعا الشاب نفسه أو الشابة اللي بادئين العمل، وأنه يكون معنوياتهم وشخصيتهم قادرة على تحمل العبء اللي مقدمين عليه. ثانيا أنه يقدروا يتفاعلوا مع المجتمع مش بنظرة تنافس ولكن نظرة تضامن. وثالث شيء أنه يقدروا ينشروا قصص النجاح اللي عم بحققوها ويوصلوا فيها لأبعد الآفاق. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لسيدة راما شققي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بركة فنتشرز بالإمارات العربية المتحدة. نيابة عن الجميع أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمتحدثين على هذا العرض المتميز والممتع الذي نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه وأن تتخذوا منها منصة للانطلاق بإذن الله تعالى نحو النجاح والتميز. الآن أدعو سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين إلى المسرح لتكريم المتحدثين، كما أدعو سيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لتمكين. وأطلب من جميع المكرمين يعني استلام هداياهم وعدم النزول من خشبة المسرح عشان نأخذ صورة جماعية بإذن الله. فالكل إن شاء الله يصف يم أبو هاشم هناك. نبدأ بالمتحدث الأول الدكتور سعد البراك. السلام
السيدة راما الشققي. السيدة هيلين العزيزي. السيد ثائر عماد. السيد أحمد المطوع. السيدة كريستينا نيزو. السيد إريك ميلز. أخي العزيز علي سبكار. السيد ساردراند كانامالورو. والسيد فيصل محمد. شكرا لكم. والآن نأخذ صورة جماعية، لو بس نتقدم خطوتين بس على أساس أن تفضل شيخ محمد. أيوة. بما أنهما يأخذون الصورة الجماعية، قبل الختام أيها السيدات والسادة أود أن أذكركم بأن ورش العمل ستبدأ في تمام الساعة 1 ظهرا بعد فترة الغداء، لذا نرجو منكم التكرم بالتواجد في القاعات المخصصة في الموعد المحدد. والآن أدعوكم للتوجه إلى مركز الخليج للمؤتمرات لحضور مراسم الافتتاح الرسمي لمعرض تمكين والجولة الرسمية التي سوف يفتتحها سعادة الشيخ محمد بن عيسى. شكرا لكم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، ونراكم في مناسبات واحتفالات مقبلة بإذن الله تعالى. شكرا. Thank you.